من داخل الخيمه الانتخابيه ما يعدوا مجلس اداره دكتور محمد سراج، نقول لك اهلا بيك على شنقات الاهلي. بجد شابوه على الشغل الكبير اللي انتوا عاملينه، تنظيم ولا اروع ولا اجمل، حضور كبير جدا، عاوزين نتمنى منك بقى على الحضور وصل لحد كام دلوقتي؟ لا الحمد لله، يعني اليوم طبعا احنا دايما بنراهن على الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، دايما يعني الناس بتكون في ظهر النادي في الوقت الاوقات الصعبه عن الاوقات السهله. احنا طبعا في يوم مهم جدا ويوم تاريخي ويوم هام في مستقبل النادي الاهلي، فان شاء الله يعني شايف من الصبح احنا متواجدين هنا من الساعه 9، كان في كثافه كبيره في الحضور، الحمد لله العدد دلوقتي عدى 8000 تقريبا. 8000 الحمد لله. واحنا لسه يعني برضو اليوم ان شاء الله معانا طويل، فان شاء الله يعني احنا بس نفسنا انه المشاركه تكون باكبر وعدد يكون حصل في تاريخ اي جمعيه عموميه لاقرار اي لائحه في مصر، ده احنا متعودين عليه من النادي الاهلي زي ما يمكن حصل يوم الانتخابات كان برضو عدد قياسي، فان شاء الله النهارده يبقى عدد قياسي، لان ده يوم يعني احنا فتحنا المجال للجميع انه يشارك ويحط اراءه عشان في النهايه نوصل لافضل صيغه ممكنه، وعشان في النهايه برضو نكمل ده ان النادي الاهلي ان شاء الله يكون مستقبله مرسوم باولاده باعضائه وبمحبيه باذن الله. يكون يوم تاريخي للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. شكرا. شكرا.